تاحية بنبرة صارمة للعسكر على التراب الليبي هنا. برجالات ملتقى الجولة السادسة من مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت هذه المرة، حيث قوات حفتر ومرتزقة فاغنر وميليشيا جنجويد. بعد أيام من خامس الجولات في غدامس جنوب غرب طرابلس، وضعت آليات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم وقع في جنيف في 23 من أكتوبر الماضي. الرعاية الأممية هنا تراه خطوة ثانية نحو بناء الثقة بين الفرقاء. فبعد جولات أربع خارجية، أجواء مشجعة لاستكمال الحوار تحديدا على التراب الليبي للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق نار دائم يسود منذ 21 من أغسطس الماضي، يعكره أحيانا اللواء المتقاعد خليفة حفتر. تحية كذلك، لكنها لساسة من طرفي النزاع يجتمعان على نشيد وطني واحد عند الجار التونسي الساعي كذلك لحل صراع دام نحو عقد. 75 شخصية برلمانية وسياسية تلتقي هنا في البحث عن حلول توحد المؤسسات السياسية وتقر إجراء انتخابات في أقرب الآجال. فكيف سيتم تقسيم السلطة إذن؟ هنا تنبري الأمم المتحدة. لم يكن الطريق إلى هذا الملتقى مفروشا بالورود. مسودتها محض خارطة طريق تفضي إلى حكومة موحدة ومجلس رئاسي يتكون من 3 أعضاء ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب. البعض يتحدث عن الشرق والغرب، ولكن الشعب الليبي واحد. التقسيم حاضر في ديباجة الحل وغاب بالأمس من خطاب الضيافة. هدف الحشد هنا إقرار الخارطة السياسية واختيار شخصيات أربع لتولي الجهاز التنفيذي، ثم المرور إلى انتخابات بعد 18 شهرا كأقصى تقدير، ثم إرساء مؤسسات سياسية بحلول عام 2022. لكن مسارات الحل قد تعرقلها مسارات أبرزها التدخل الخارجي الذي تقاسم طرفي النزاع، بل تمكن حتى من